أرادها رحلة لنهاية الأسبوع، فكانت نهاية لرحلة حياته. السياسي الفرنسي وأحد أكبر أثرياء البلاد أوليفييه داسو لقي مصرعه جراء تحطم طائرته في مقاطعة نورماندي. مالك صحيفة لوفيغارو واسعة الانتشار أضحى خبراً عالمياً بعد أن خانته مروحيته الخاصة عند إقلاعها، وهو وريث المجموعة المنتجة لمقاتلات فالكون وميراج ورافال. موجة كبيرة من الحزن اجتاحت الأوساط السياسية في باريس، فالنائب الجمهوري قائد احتياطي لا مثيل له في الجيش الجوي، وصفه الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قدم العزاء لأسرته ومقربيه وغرد بأن موته خسارة كبيرة. عمدة مدينة بوفييه التي كان داسو نائبا لها عبرت عن حزنها وصدمتها البالغة، فيما أشاد رئيس الجمهوريين في مجلس النواب بصاحب القلب الكبير والمدافع عن الصناعة. 69 عاما عاشها أوليفييه بين الهندسة والطيران والكتابة والسياسة والصيد، صنفته مجلة فوربس عام 2020 في المرتبة 361 على قائمة أثرياء العالم. غادر هذه الدنيا بشكل مفاجئ، تاركاً لأبنائه الثلاثة إرثاً زاخراً من العلم والأخلاق والمال.